المحر 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 بسرعة 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 يا حبيبي اخلص. بس عاوزين نبص بسرعة الشام. ايوه عشان راسبينش حاجة جوه البيت. ويبا تعال ايوه كده بس. شايفين يا اخواتي هتلقوا لقطة الزومبي. انا خايف والله يا اخواتي، انا قاعد هنا جوه البيت خايف. طلع مدعكة مدعكة. مساء الخير وصباح الخير مساء الخير وصباح الخير اعزائي المشاهدين، حسب مكتوب تشوفوا فيه. ابدا يا اخواتي هنكمل باقي السلسلة بتاعتني اللي هي الهارت. بس طبعا يا اخواتي عشان زي ما شايفين الليلية هروح نستخبى بسرعة في البيت. بس انا عملتش سرير طبعا اخواتي اعمل بسرعة السرير. ايه دي؟ السرير اهم حاجة السرير. بس خلاص حبيبي هو تمام كده اخواتي، كده انا في الامان نرجع زي ما كنا. اخواتي يا ريت اخواتي لسه ما اشتركش وريني وشك. ايه دي؟ وريني وشك يا حبيبي. ايه دي؟ شوف وشه غبي غبي والله بغل. المهم يا اخواتي يا عمي خلاص وشك مرعب. طبعا اخواتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وعملوا بلايك عشان اخواتي نستمر بالشفتات اكتر واكتر. نعمل السرير ونتخمد بسرعه بصراحه. فين السرير؟ خلي السرير تحت. تمام حطوه هنا مثلا عند الباب عشان لو زومبي دخل علينا يهبشني. بس كده احنا نموت. مش عارف يا اخواتي القمر ده اللي هو مش عارف بيجيني كتير ده، فانا يعني نشوف كده بس خلي السلسله ونشوف الدنيا بتاعتي. تمام كده اخواتي كده الحمد لله يعني كل تمامنا بخير. طبعا اخواتي انا كيكا عاوز اعمل حاجه اخد السر معاي عشان هنبقى زي الرحاله. تمام يا اخواتي هننام هنا وننام هنا بس كل صعب. انا هنسيب الخشب ده ونسيب الحاجه دي كلها ناخد ده معايا برضو. وعاوزين بس نجمع تحت الارض. بس اول حاجه نجيب خشب شوي عشان نعمل بكاكس عشان نعرف نكسر اخواتي في الارض. عندي شويه خشب ممكن يكفوا يعني، بس ربنا يستر خايف يطلع لي زومبي يهبشني. كان في كهف انا فاكر كان في كهف. طبعا اخواتي كان في كهف برضه وروح نبص عليه بسرعه قبل الليل. انا اهم حاجه عاوز قبل الليل. في كهف اهو تقريبا هناك كهف ده ممكن. تمام بس احنا اخواتي نشوفه كهف ده ولا كهف ايوه كهف. بس ربنا يستر فيش فيه زومبي ويدعكونه عشان بصراحه. طب بص خلي الحاجات دي اللي احنا مش محتاجها فوق كده. تمام السر مثلا فوق. لا خلي السر هنا عشان ده ممكن نحتاجوه ضروري يعني. ده مش محتاجيني ده. تمام طبعا اخواتي مش عارف دلوقتي نصور عشان في بياع محترم بيعدي الساعه 3 الفجر. مش عارف بياع يعني ف شويه ونرجع لكم. طبعا خلاص كده اخواتي مشي الحمد لله. تمام هدا مثلا هني ونبدا اخواتي نعمله كده بكاكس. نعمل اهم حاجه بكاكس. تمام يا صاحبي هات البكاكس. عاوزين نعمل واحد تاني برضو عشان عارف ان هيتكسر مش هيستحمل الحاجات اللي تحت. عاوزين نعمل سيف عشان برضو انا عاوز ان في زومبي هيهبشني. تمام فهد بقى يا صاحبي خلي كده خلي دي بس تقريبا فوق كده. لا ده مش عاوز دي. بس ده هينفع والله برضو ينفع في الرمله بس انا مش محتاج دلوقتي. فتقريبا السيف كان يبقى بلوكتين. بلوكتين. تمام كده اخواتي انا مغامر انا المغامر. تمام ربنا يستر. بس ربنا يستر ربنا يستر. كسر هنا كسر. اهم حاجه اخواتي انا عشان عاوز اعمل فرن عشان طيب بيها الاكل. انا هنحتاج اكل. انا محتاج 9 بلوكات اهم حاجه دلوقتي عشان برضه نشوي ونخلي معانا اكل. زي ما قلت لكم اخواتي احنا هنبقوا رحاله. دول 8 برضه هناخد بزياده عشان نعمل برضه الادوات بتاعتها تبقى احسن من الخشب واقوى من الخشب يعني. ممكن ناخد الستاك. كسر 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 بسرعه. يلا يا بغل يلا حد شد حيلك يلا يابا. تمام كده معانا 16. تمام يلا يا صاحبي يلا. عاوزين نكسر تحت هنا برضه ممكن يكون في حاجات حلوه. شايفين ايه ده؟ لو دايموند ده تبقى حاجه حلوه. بس تقريبا مش دايموند مش بيتكسر والله. شكلها ايه ده؟ شكلها حاجه نادره. طب عاوزين فحم. فيش فحم. نكسره كده في المنطقة اللي حواليه. شوف الدنيا كده. مفيش فحم. كنا عاوزين فحم بس للأسف يعني ملقيناش فحم. لا كده هندخل علينا المية وهي مش ناقصة غير الواحد يغرق أكتر ما هو غرقان. فمش عارف. طب ماشي الكهف ده مش هينفع عشان المية تكسر فيه تاني. شوف لنا أي حتة تراب ممكن نفحره في الحتة دي عادي يعني. عشان ناخدوا الأداة بتاعتني. أيوة ناخد تمام. تعال انت نسيبك ليه انا؟ وانا عبيط يا ابني عشان نسيبك ولا ده يتعمل بيه قزاز والله هنحتاجوه برضه. ده اهم حاجه دي عشان ان شاء الله يعني لما نلقى القريه
نعمل هناك بيت روعة. فأنا ناخذ منه ستاك ونخليه معي. يا ريتنا كنا عملنا الكريك، والله الكريك كان بيبقى شديد أفار، كان بسرعة في الرمل بحاجات زي. تمام، بدنا نجمع الموارد عشان بس ما الزومبي ما يهبشناش يعني. نعمل بس نجمع الموارد كده اخوات بسرعة. تمام، يلا صاحبي، يلا جمع 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 جمع، يلا حبيبي، يلا عشان وراني شغل كتير يابا. يلا معنا 25، تجميع ممل ممل. تمام، ايه ده وقعت فيها، عجيبك والله لو رحت سندو لند معاك. خلاص طلعنا برا المية، ده انا غرقت. 38 يا جدع، اخلص. بصوا انا استكفيت بالعدد دي، كفاية كفاية بسرعة، مليت. نروح نكسر هنا اخواتي في الارض كل ده درك، مش عاوزين درك احنا بعض. فين الكوفة يا جدعان؟ مش عاوزين درك لحد الان، كل ده درت درت ملوش اي لازمة. اهو طبعا اخواتي بعد المعلومة اللي جدت اننا نكسر بزوايا عشان قال ممكن يبقى في كهف فجأة فنوقع الموت يعني بصراحة. فهي فكرة برضو منطقية، انا بقول لك التحديث الجديد بيبقى في بلاوي فنشوف. اه شايفين بلوة بلوة، والحمد لله المنقذ قال لنا عليه. مش عارف، استنى بس نرجع استنى لورا للامان يعني. ايه طب انا ازاي ننزل كده فيه ولا بنزلش؟ والله ما عارف، بس انا ممكن ننزل زي السلم يعني تجري دي كسر. وفي فحم اهو، لازم ننزل، انا لازم ننزل اخواتي. نعمل كده سلم، في فحم. اوبا الحمد لله ما متناش، بس انا خايف والله يطلعوا علي هنا يقطعوني. في فحم كتير، انا عاوز اعمل حاجه الفحم، الفحم قبل ما اي حد يجي يصطادني. يلا يا بارد اخلص. تمام تمام، ده فحم كتير يا جدعان، فحم كتير فحم كتير. انا خايف الزومبي يطلع لي هنا يهبش بصراحه، قلقان والله اخواتي. يلا 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 يلا، بس ربنا يستر علينا يعني. يلا يا جدعان شد حيلك، هوب شد حيلك، شد شد هوب. يلا 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 حبيبي، يلا انا شغال يا اخواتي والله خايف، شغال الدنيا تظلم علي وانا قاعد هنا بصوا زي المحبوس. تمام، طلعنا الايه خلاص ممكن تكسر. ايوه طلع لي هنا. تمام، في فحم تاني جوا؟ لا فيش فحم تاني جوا، بس صراحة هو واحد لقي شوية فحم جامدين يعني يعرف يظبط بهم الاداء. يلا انت عامل علامة تستخبي مني يعني ولا مش فاهم؟ عاوزين نطلع برا برا تاني عشان اذا وانا اطلع مني انا يعني. وانا وقعت مني يعني. تقريبا وقعت مني، ايوه وقعت مني. فانا ممكن هنا اعمل سلم يعني، او في حتة تانية بس انا مش عارف ايه دي. لا في زومبي تحت يابا، في زومبي تحت وانا معيش. لا وريني كده، والله في كان في زومبي بيتحرك، والله زومبي اهو لو ملاحظين اخواتها احط لكم عليها السهم في المونتاج. لا لا يابا خليني بعيد، انا مش مستعد دلوقتي عشان حرب يابا الزومبي يا حبيبي، انا هيتحط علي ده. انا عاوز نطلع، طلعوني طلعوني، ده بلاوي يا عمي تحت، بلاوي يابا. بلاوي تحت يا حبيبي، بلاوي زرقاء يا بابا، بلاوي. بس طلعني يا صاحبي، طلعني طلعني، ده انا عاوز تكتب لي عمر جديد يا بابا. تكفيني السلسله تنتهي من اولها، ده العذاب ده يبقى. اخيرا كهف ملعون. تمام، الوقت الواحد يقدر يظبط كده ادواته ويظبط حالي. روح بس البيت بتاعني هو ده بصراحه يعني ملجأ الوحيد حاليا. نعمل شمعه كده ونبدا نظبط الاداء. خلي بس الكريفتن تيبل ده برا. تمام، عشان نبدا نعمل شمعه. فاول حاجه نحط فحمايه هنا. تمام، استنى بس نعملهم كلهم شمع. اول حاجه هات دول كده، هدي كده. تمام، نعمل دول كده، هي تقريبا كانت واحده بس. ايوه كده، ونعمل كده. تمام اخواتي كده انا عم حاجه عملت الشمع وتفضل لي شوي. فانا بص في درت مش عاوزي، والرمله لا نحتاج خليهم برضو يعني مش تقليل. استنى ايدي والله درحت من الخروف يا اخواتي، افتكرت انه هو زومبا اللي يخرب بيتهم. تمام، بس انا عاوز لوقتي نجيب شويه خشب تاني في الشجر. ايدي وانا لسه هلف على الشجر ولا البلاي اللي يخرب بيت الغباء.
فين 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 شجر كثير حوالين يا عمو. تعال واتكسر، اتكسر هو، اتكسر العكس. الواحد اخواتي بصوا مع الارتباك، فخايف خايف بصراحة الليل ليل، ونتزنق زنقة المعزي تبقى زنقة صعبة بصراحة. تعال كفاية يا عم اخلص، عاوزك تتعاوني معاي. طبعا اخواتي نوصل البيت نحط الشمع ونبدأ نحضر الاكل بتاعنا كده براحتني، ومش هيبقى فارق معانا زومبي ولا ينيلي. طبعا كفاية عشان الليل الصراحة ليل، والدنيا هتبقى دربكة. ارمح 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 يا حبيبي ارمح. رمح 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 بسرعة 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 يا حبيبي اخلص. بس بس عاوزين نحط بسرعة الشام، ايوه عشان رسبنش حاجة جوا البيت. ويبا تعال ايوه كده بس. شايفين اخواتي هتلقوا لقطة الزومبي، انا خايف والله اخواتي، انا قاعد هنا جوا البيت خايف. طلع مدعكة مدعكة. طبعا اخواتي يكون كده فيديو النهارده انتهى. طبعا يا رب اخواتي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان اخواتي نستمر نشوف فيديوهات اكتر واكتر. وجود بعافيه اخواتي، سلام.